مساء الانوار يا استاذ كريم. صباح الانوار. اهلا وسهلا. احنا طبعا النهارده بنتشرف بيك ان احنا عايزين نتكلم في مباراه طبعا اتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، بس نكمل مع بعض حته وتشيلسي. انا اسف وتشيلسي، انا اسف. بايرن ميونخ دماغي فيه بكره طبعا. بكره بايرن ميونخ. ايه بقى بايرن ميونخ هيعمل ايه بكره؟ خناقه مع ريال مدريد. لا يعني ما بنخليها لاخر الفقره، نخليها بس كلمه كده. متوقع ايه لو جوارديولا فتح الماتش بكره؟ هو مطالب يفتح الماتش بكره، ما يقفلش يعني جوارديولا. ماتش بكره مع بايرن. هناك في يعني بايرن هيفتح الماتش. اعتقد الافضل له ده الافضل لبايرن. يعني النهارده مثلا احنا شفنا مورينيو رايح قفل الدنيا عشان هو عارف هو يطلع بنتيجه كويسه ويخلص ستانفورد بريد، ده اسلوبه. انما مع جوارديولا بكره اعتقد انه مطالب انه يفتح الماتش. ليه؟ ان هو مطالب انه يحرز اربع عدد اهداف سانتياغو قبل ما يروح اليانز ارينا. ريال مدريد لو الامور اتأزمت عنده في ارضه، انشيلوتي ما عندوش القدره ان هو بيلعب بره ارضه كويس. شفناه حتى مع دورتموند طبيعي بيكسب على ارضه كويس، انما ماتشاته خارج ارضه ريال مدريد مش بنفس القوه. مش بنفس القوه. لا بنفس القوه. يعني شايف ان جوارديولا بكره لازم مع بايرن لازم يفتح الماتش عشان يكسب. هيهاجم وكريستيانو راجع بكره ريال مدريد. راجع بكره بايرن ناقص حد؟ روبن وبتاع والناس دي كلها موجوده. موجود. ما ماتش هيبقى رهيبه يا كابتن فاروق. ماتش ده دي ماتشات كوره بقى عاليه قوي. يعني انت بتتمتع ببلاش. بتتمتع بقى. انا عايز اقول لكم حاجه بالمناسبه، انت عايز تقول ايه بالنسبه للقناه الالمانيه؟ عندك معلومه اكيد. هو الموضوع فيه جدل كبير قوي، بس انا اعتقد ان هم اعتقد يعني يا كريم المايك بتاعك فيه مشكله، معلش. يعني واضح كده صوت كريم؟ خلاص اتفضل يا كريم. يعني احنا لو جبنا من سنه 2010 كانت القناه ZDF ذاعت فعلا كاس العالم. ايوه. على الهوت بيرد وعلى الاسترا، ما كانش في اي مشكله. نعم. وطبعا الناس بترجع لمعلومه ان هم سالوا القناه على تويتر، انتوا هتذيعوا المباريات للجمهور في الشرق الاوسط؟ فهم قالوا لا، احنا بنذيع لالمانيا فقط. نعم. والاجابه هنا سياسيه شويه. ليه؟ الهوت بيرد احنا عارفين هو قمر اوروبي بيذيع للدول الاوروبيه، لكن القمر نفسه يقدر المتابعين ليه في الشرق الاوسط ان هم يلقطوه. كلنا عندنا بالظبط كده. فالقناه النهارده معاها حقوق كاس العالم، هي معاها حقوق كاس العالم، بتذيعها بشكل فري. بتذيعها بشكل فري. هو لما يجاوبك النهارده يقول لك انا زايع للالمان، بس انا مش يعني انا زايع للجزء بتاعي. لكن النهارده انت عندك قدره انك تشوف ده. احنا ده حصل فعلا في 2010، احنا اتفرجنا على 2010 على زد دي اف. على زد دي اف. وبعدين كمان هتذاع على استرا كمان. الهوت بيرد اقرب، يعني اسرع ضعيف شويه. وبعدين في كلام النهارده تردد ان هم احتمال يحجزوا على النايل سات ويزوها على النايل. لا سات. دي انا شك فيها. شك فيها؟ لا اشك طبعا. المعلومه مش صحيحه طبعا. ليه؟ صعب. لان هو في رايت. في رايت. طبعا في هنا في رايت. هو هنا دخل في المنطقه مش بتاعته. اوكي. لكن هو في الحته بتاعته هو حر. هو عنده دلوقتي هزيع بالانجليزيه والاسبانيه والالمانيه. وتردد النهارده بعد الخلاف اللي ما بين القناتين ان هم ربما يذيعوا باللغه العربيه. لا انا اشك في دي برضه. يعني بص يا كابتن، احنا في وضع يعني ممكن اي معلومه الناس ده نوع من انواع التحدي. ما احنا بنتكلم في اللي حصل فعلا. في كاس العالم 2010 زد دي اف ذاعت البطوله كلها. مظبوط. فري. باللغه الالمانيه، وكان معاهم طبعا يعني المحللين بتوعهم. اوليفر كان ممتاز جدا في تحليل المباريات. قوي. يعني ممتازين جدا. وده حصل فعلا، احنا ما بنتكلمش في حاجه توقع، ده فعلا حصل. وفعلا هم اشترحوا 2014 ويزعوا المانيا. وجه النهارده يا كابتن فاروق مدير زد دي اف طلع قال لك ايه؟ عندك فكره عن تصريحاته؟ قال ايه النهارده؟ لا ما عنديش فكره. طلع النهارده مدير زد دي اف اللي هو القناه الالمانيه قال لك يا اخوانا انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني قناه الحظيره اشترت واحنا اشترينا. انا ما اعرفش يعني ناس ما وصلوش لكاس العالم ولا عمرهم يوصلوا لكاس العالم وبيتكلموا في الموضوع ليه؟ وبعدين ما احنا دافعين فلوس، بس احنا بنذيع بالمجان لان حق الفقير يتفرج. طبعا انتوا زعلانين ليه؟ صح. يعني وعنده المنطق. انت مالك يا اخي؟ انا بذيع، انا حر فلوسي وانا حر فيها، اطيرها اعمل بيها شويه حمام. في برضه في معلومه مهمه المفروض تتقال في الحته دي. كان في حكم محكمه في اوروبا. ايوه. في وقت معين بالنسبه لمباريات المنتخبات مش مباريات الانديه. نعم. ليه؟ المنتخبات هي ملك للشعوب. نعم. غير الانديه، الانديه دي يعني فيها استثمار شركات وليها رئيس نادي وصاحب النادي. المنتخبات هي ملك الشعوب. ففي حكم محكمه صدر فعلا في اوروبا ان مباريات كاس اوروبا. موقع على فكره البيزنس الامريكي اللي نشر الخبر. تمام. اتفضل. الحكم ده اعتقد كان قيمه سنه او اكتر يعني. مزبوط. شويه. مزبوط. الحكم ده
يعني مفاده ان بطولات اوروبا للمنتخبات وكاس العالم طالما المنتخبات هي القوام بتاعها لازم يكون فيها على الاقل قناه بتذيعه بشكل مجاني بالظبط. ليه؟ لان مباريات المنتخبات ملك للشعب. يعني مثلا منتخب مصر هو ملك مين؟ ملك الشعب المصري، مش ملوش صاحب، ما في حد اسمه صاحب يعني رئيس منتخب مصر، ما فيش الكلام. لكن الامر مختلف عن الانديه. الانديه دي ليها استثمارات وليها شركات مؤسسه ليها يعني ليها شكل مختلف. نعم. المنتخبات المفروض على الاقل على اقل تقدير يبقى في قناه واحده بتذيع مباريات بشكل مجاني، ولو عايزه قناه اخرى هي حره. واحنا هنحط التردد بتاع الزد دي اف وهنظبط الدنيا كلها. انا جات لي حاجات كتير جدا هنحطها لكم كل يوم، وقبل كاس العالم كده ب 10 ايام هنسخن يا كابتن فاروق ونخلي الناس كلها تروح على الزد دي اف بالمجان. وعلى فكره التانيين عملوا الحظيره نزلت 20% من الاشتراك بعد ما انا اتكلمت في الموضوع. انا فتحته من 10 ايام يا كابتن كريم، وهتوصل كاس العالم ان شاء الله 50 60% تخفيض. ومع هذا ابو بلاش معانا نروح ندور على ابو فلوس ليه؟ صح. معانا زد دي اف بالمجان. وبعدين المشكله ايه يا كابتن فاروق؟ ماتشات في برازيل ده في ماتشات 4 الصبح. بالظبط 4 الصبح. انا انزل بيتي ادور على كافيتيريا عشان اقعد عليها اتفرج على ماتش كوره؟ لا، بيتي بفنجان الشاي معايا، مظبط اموري، لابس بيجامتي على كنبتي الحلوه، واتفرج بالمجان يا كابتن. طبعا ادفع ليه يا كابتن؟ توقيت كويس كان للناس في البيت، مش كده يا كابتن كريم؟ تمام يا كابتن. طيب. لا كريم مش موافق. كريم عنده ميول حصريه شويه. عدوانيه شكلها، ولا انا غلطان كده؟ لا 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 انا على الحياه كابتن. يعني انت مع المفتوح ولا مع المقفول؟ لا طب لا انا مع الناس. الناس في في في, في شريحه من الناس ما عندهاش القدره الماليه انها تشتري تعمليه. بالظبط كده. لا طبعا هتعمل ايه وبعدين الماتشات برازيل؟ لا خلاف على هذا. النهارده لازم الناس تعرف ان الكوره عند بعض الناس زي الاكل والشرب. لو انت النهارده حرمته منها ما اقدر. انا بصراحه على المستوى الشخصي ما اقدرش امنعه ان هو يبحث عن وسيله يتفرج عليها، ما اقدرش. بالظبط كده. يعني النهارده هتمنع حد الاكل والشرب؟ لا، في بعض الناس الكوره بالنسبه لها اكل وشرب. عندك كل الحق. وبعدين انا نصحت الناس هنحط لكم التردد كله، انت ما بتعرفش هات الراجل بتاع او تردد نزلناه على الشاشه قدامنا اهو. اهو تحتيه اهو شايفينه ده التردد اهو. انت مش هتعرف تحط التردد ده، هات الراجل بتاعك ابو دش ب 20 جنيه ظبطه لك في ثانيه. صح. وتطلع صوره ايه بقى؟ الماني حكايه. صح. مش طيب ويظبط لك القمر وما تلعبش فيه، ما تلعبش فيه ولا تلمسه خالص. طيب ناخد بسرعه كده انتاج الحربي وامبي. الانتاج الحربي وامبي 0-1 لامبي. الانتاج الدوافع النفسيه والمعنويه بتاعته ضعيفه. نعم. يعني هو يعني ما باليد حيله، يعني بيلعب وهو عارف ان هو هينزل. اللعيبه دلوقتي وصلت لمرحله القناعه في الهبوط، ودي هتبقى مشكله. وامبي كان عنده نفس المشكله. يمكن امبي كسب المباراه دي، بشوف الامبي ما كان بيجيب هدف مفيش الفرحه دي. نعم. ان المكسب لما بيغيب عن الفرقه بتبقى مشكله. نعم. يعني زي واحد مثلا عايش بدون هدف. لكن المباراه دي هنلاقي امبي كان فيه التركيز اكتر، الاداء الفني بتاعه الفردي افضل من الجماعي، اللعيبه كلها عندها الدوافع النفسيه والمعنويه اكتر من الدوافع الفنيه والبدنيه. صحيح. فادى امبي المباراه دي، اللعيبه عايزه ايه من المباراه؟ اللعيبه عندها الدافع، يعني عايز اقول السمات الشخصيه بتاعت اللعيبه طلعتها، عايز يخطف 3 بونت. فالسمات الشخصيه بتاعت اللعيبه كسبت النواحي الفنيه والنواحي البدنيه، فامبي لعب على المكسب. الانتاج الحربي بيلعب برضك، انا عايز اقول في فرق بتلعب يعني مكسوفه. يعني ما عندهاش الكفاءه، ما عندهاش القدره. ده كسب سموح. لا معلش، ده خطفه. خطفه. انت في فرق يا كابتن بين انت بتلعب وتسرق، وفرق بين انت بتلعب وتكسب. نعم. يعني النهارده مباراه البتروجيت والزمالك فريق لعب وكسب. ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش النهارده كله تعظيم سلام للبتروجيت. حقيقي. ليه؟ حقيقي. جمع بين 3 عناصر. الدافع النفسي للمباراه. نعم. الدافع الفني، الدافع البدني، الإرادة بتاعت اللعيبة في الملعب. إرادة النصر دي ما بتجيش يا كابتن غير ما تكون اللعيبة عايزة. بالزبط. لو أنا مدرب وعايز واللعيبة مش عايزة ما أقدرش أجيب إرادة النصر. طيب سريعا جدا ناخد بقى مصر المقاصة والرجاء عشان نخش بقى مع كريم في الأجنبي. مصر المقاصة والرجاء. واحد مصر المقاصة والرجاء. هو كان 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 في من بداية المباراة فريق المقاصة كان أكثر تنظيما. نعم. لكن الرجاء لعب من أفضل المباريات اللي وتقدم لعبها. بهدف لأحمد بكري. ده المقاصة جاب الهدف الأول. نعم. وبعد كده الرجاء لعب، لكن الأداء بتاع الرجاء طوال المباراة أنت حاسس إن فرقة رغم إن هم مفتوحين، لكن أنت حاسس إن فرقة بتهجم ترتد بشكل كويس، في تنظيم في الأداء في الملعب، من أفضل ماتشات لعبها الرجاء. لكن هو بيلعب على إيه يا كابتن مدحت؟ أنت أما اللعيب بتقعد تقيسه ذهنيا وفنيا
هو بيبقى فيه دافع، الدافع للبقاء في الدوري، هل الدافع ان هو ما يخسرش النهارده، هل الدافع عشان يكسب فريق باسم مثلا فرقه كبيره يعني مثلا زي المقصه وفيها لعيبه على مستوى عالي، بص ما جابوا الهدف مش مصدقين، ولكن تو ليت بقى انت بتتكلم في الفرق اللي فاتت بس عنده اربع ماتشات لسه، معلش بس لازم نديله الامل الاربع ماتشات يا كابتن. انت دايما احنا انا كنت بمرن الفرق لما باجي بشوف الفرقه اللي زي موضوع ما بكره الرجاء والانتاج، بص دي بكره دي تخليص بكره دي تخليص اللي يكسب برضك بيوم مسقط الفرقه الثانيه عنده فرصه كبيره، وبس ما بقاش عنده الفرصه بنفس الامكانيات زي الفرق اللي راحت على ال 22 وال 20 بونت. اوكي، فعشان هو يحرر نفسه يبقى اللعيبه نفسيا ومعنويا مستريحين لازم يعدي ال 22 بونت. الاثنين بكره اللي مهما اي واحد فيهم هيكسب مش هيوصل للبونت ده. فانت فعايز اقول ان اللعيب من بدايه السنه اللي ما بيعرفش يجمع والفرقه اللي ما بتعرفش تجمع بنط بتيجي في الاخر بتبقى محتاجه البنات على حساب، يعني يجي فرقه يقول لك كان بيديك في البونت 1000 جنيه يقول لك البونت ب 3000 جنيه لانه عارف زي المزاد، ودي خطر جدا في الكوره. هنا شخصيه الهويه بتاعه الفرق وبتاعه الانديه ما بتبقاش موجوده. يبقى انت بتجيب لعيب بيحاول يلحق بالركاب بس بالظبط، بتجيب لعيب وانت بتجيب لعيب انت بقى بتحركه بالفلوس. لعيب الكوره ما يبقاش كده يا كابتن، لعيب الكوره الاول انتمائه للاداء للعبه للحب للشعبيه والفلوس عامل مساعد، والفلوس بقى هي اللي تساعد. طيب خلينا بقى يا كابتن كريم نشوف برومو صغير عن هذه البطولة ونخش في مباراة النهاردة أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي. يلا الدول اللي شاركت فيها، أنت بقى معك الميكروفون يا كابتن كريم. تمام طبعا النهاردة يعني مورينيو هو من الآخر يعني هو اللي قاد الماتش النهاردة. مورينيو لو قلنا مثلا الماتش النهاردة كان شطرنج أو ماتش ملاكمة هو اللي كسب بالنقط، النتيجة 0-0، لكن مورينيو هو اللي فرض أسلوبه. مورينيو استخدم الطريقة المثلى للعب خارج الأرض 4-3-2-1، ودي حتى احنا متعودين عليها حتى هنا أيام مستر مانويل جوزيه مع الأهلي، كان دايما ماتشات صعبة يحط الثلاث حفظ فندرات جنب بعض ويقفل خط الوسط. اللي أكد المباراة النهاردة كانت ممتازة جدا إن سيميوني توقع نفس الأمر، فما حاولش تماما إن هو يعني يهجم العمق، ما حاولش. كل هجمات النهاردة لعب 4-4-2 صريحة، حط ديو كوستا قدام جنب رول جارسيا ولعب على الطرفين، عمل جبهتين، الجبهه الشمال طبعا الممتاز فيليب لويس اللي هو اعتقد هو هياخد مكان مارسيلو في منتخب البرازيل في كاس العالم اعتقد يعني على مستوى شخصي، وحط قدامه كوكي او بيبدل كان بيبدل معاه ديجو ريبس، وعلى الناحيه الشمال على الناحيه اليمين حط خوان فران وقدامه بيبدل بالاثنين، فعمل جبهتين ويمشي لاخر يعني الكره الكلاسيكيه يمشي لاخر الملعب ويرمي الكروس اللي تحدي من الاثنين الطوال هيطلع وينضم لهم الطرف بقى. يعني لو شفنا كانت متعه الاربع لعيبه اللي قدام الاربعه طولهم فوق ال 175 سنتي يعني بتتكلم طبعا ده وصول تشيلسي قبل المباراه امبارح اتفضل صحيح يعني فنيا الاثنين قاريين بعض كويس جدا، انما ميزه مورينيو احنا عارفين مورينيو في الماتشات اللي هي القويه دايما يحط هو عنده ديفيد لويز اللي هو المدافع البرازيلي طبعا يعني هو الثاني اكبر مدافع برازيلي طبعا بعد تياجو سيلفا بيحط في وسط الملعب عنده هو عنده حتتين بيلعب هاف ديفندر وبيلعب سيرد باك حط الاثنين سيرد باكات عنده كاهل و جون تيري وحط قدامه ديفيد لويز وميكيل ولامبرت طبعا عمل يعني كم استقبال فرناندو توريس انا اسف ان بقطعك عشان اربط معاك لانه لعب قبل كده في اتلتيكو مدريد كان هو لاعب جماهيري طبعا الناس ما عارفش بقى عنده شعبيه بالظبط توريس كان لما كان مع اتلتيكو كان هو كابتن دييجو سيميوني المدرب ايوه يعني دييجو سيميوني كان بيلعب معاه كان توريس هو الكابتن عليه هو الكابتن بتاعه شوف ازاي فطبعا مورينيو يعني بصراحه ممتازه جدا ادارته المباراه هو يعني كان حط اتلتيكو شفنا اتلتيكو طبعا قدام برشلونه كان حاجه مختلفه مع مورينيو الامر مختلف تماما مورينيو هو اللي بيقدر يفرض اسلوبه بيقدر ان هو يقف في الماتش شفناه في نهايه الماتش يعني تغيير ديمبا با ممكن حد يقول له انت نازل لعيب في الدقيقه 92 نعم طب يعني ايه يفرض اسلوبه يعني النهارده كابتن فرو مثلا النهارده مثلا الماتش اتلتيكو مدريد احنا شفنا اتلتيكو مدريد مع برشلونه بيلعب هجمه مرتده النهارده الكوره تماما متسابه طول الماتش مع اتلتيكو مدريد ما قدرش يعمل بيها حاجه ليه انه ما عندوش الطريقه المس او الطريقه الصحيحه ان هو يقدر يفك بيها دفاع تشيلسي نفس القصه اللي عملها اتلتيكو مدريد مع برشلونه طب نشوف اخر خمس دقائق كابتن مدحت اخر خمس دقائق عمل ايه مورينيو رجع اوبي ميكيل
ورجع ديفيد لويز ساعد بقى اثنين مساكين لعب ورا الخمسه لان هو خلاص انت في اخر الماتش ممكن كوره عرضيه. كابتن كابتن مدحت هو بيتكلم في التطوير دلوقتي. أيوة. في حديث الفكر والذهن اثناء الاداء. مقاس الماتش مقاس الماتش. هو الكوره الحديثه اللي في العالم تطوير الاداء اثناء الاداء. نعم. يعني تطوير النواحي الخططيه اثناء حسب الأداء. مقتضيات اللي هو عايزها احتياجاتك من المباراه بالظبط. وبجانب بقى هو بيقول هو بيقول ان فرض الاسلوب هو عنده الادوات اللي تخليه يعمل كده. نعم. يعني عنده اللعيبه اللي تقدر ينفذ بيها الفكر اللي عايزه. صح. لو اضيف كلام عليك يا كابتن كابتن فاروق التغييره بتاع ديمب باف في الدقيقه 92 يعني بقول لك احنا يعني كطبيعه المصريين في الكوره يعني هقول له انت منزل واحد في الدقيقه 92 تعمل بيه مهاجم وما طلعش حتى ما طلعش توريس ما طلعش لا ده هو منزل عشان هو يقدر في خلال الدقيقه دي ممكن تجي له هجمه وفعلا جاله كورنر. يعني جاله كورنر اخر هجمه في الماتش كانت في تشيلسي عشان يقلل يعني من الكثافه الدفاعيه اللي كانت بتهجم عليه في اخر الماتش. واذا كان الماتش نفسه كان يعني الرياده في ايد اتلتيكو مدريد انما نهايه الماتش كانت في ايد تشيلسي هو اللي يقدر في الكورنر ده يجيب جون او ينهي الماتش تعادل ودي النتيجه اللي اوريدي مورينيو كان يعني بيسعى بيسعى ليها مليون الميه. صحيح بيسعى ليها وهو عايز الاسلوب ده. بس طبعا احنا هو طبعا هتعرض لمأزق شديد جدا ده بيتر تشيك اتصاب واصابته طبعا خلع في الكتف هيقعد شهر يعني كده مع دي قاتله بالنسبه له. هو هيكمل مش هيلعب بيتر تشيك مهم جدا المباراه الجايه مفيش عوده ومفيش دوري يعني مش ده هيغيب لنهايه الموسم. نهايه الموسم هي اللقطه اهي هي دي اللقطه بالظبط كده. فطبعا ده مأزق يعني قوي جدا واتحط شوف مورينيو بيبص ازاي يعني محصور عليه. طبعا يعني حزين صحيح بس فطبعا شوارزر هو اللي هيقوم بالمهمه في ماتش العوده بالظبط. بس عايزين برضو نقول اتلتيكو مدريد عنده ميزه انه لم يتلقى اهداف على ارضه. ده معناه ان الجون بتاعه الماتش الجاي اذا تمكن من احراز اهداف بجونين يعني هيحط دي اسوء نتيجه. صحيح صحيح أسوأ دي النهارده دي اسوء نتيجه في علم الكوره. اسوء نتيجه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفرقتين اللي هي 0-0 دي طبعا اسوء نتيجه في علم الكوره. بالظبط لانه لو تشيلسي جاب جون خلاص خلاص ولو اتلتيكو جاب جون خلاص خلاص برضه محدش عنده اتلتيكو لو جاب هدف بجونين بحضرتك حد ضغط النهارده اللي تحط جون لو اتلتيكو جاب هدف في تشيلسي بره في انجلترا يبقى بهدف الماتش الجاي الاسبوع الجاي اعتقد السبت الجاي يوم السبت الجاي. طب الاربعاء يوم الاربعاء زي النهارده تتوقع كابتن فاروق تشيلسي يعملها ويروح النهائي امام اتلتيكو مدريد مع عند اتلتيكو مدريد اللي احنا نعرفه؟ هو تشيلسي قطع 75% من المباراه بال 0-0 دي 0-0 يعني هيروح بقى هناك هيلعب بنفس الطريقه وان هو يسوق النواحي الدفاعيه لغايه ما تجيله فرصه. تشيلسي عنده عناصر المرتدات طالما زي ما بنتكلم على الادوات فالادوات هي شرط اساسي ان انت تقدر تحافظ على مكسب او تجيب او تطور الاداء وتكسب. طب قول لنا سيميوني بقى بيقول ايه يا كابتن كريم في اللقطه؟ طبعا سيميوني بعد بعد المباراه واتكلم وقال ان هو طبعا ما فيش شيء اتحسن النهارده هم يعني الامور متروكه الماتش الجاي هو اللي هيحدد. وطبعا قال انا ما اقدرش يعني هو بصراحه تعقيبه على اداء تشيلسي كان تعقيب محترم جدا ان هو قال انا يعني مورينيو لعب بالطريقه المثلى لي اللي تناسبه انا ما عنديش مشكله معاه هو لعب بطريقه دفاعيه. مورينيو قال ايه بقى؟ مورينيو طبعا احنا عارفين تصحاب مورينيو يعني شويه نعمه لا قويه شويه يعني ما احنا لعبنا احنا بعمل اسقاط يعني احنا واجهنا اتلتيكو دايما بيخنق الماتشات فاحنا برضو احنا خلقنا لهم الماتش يعني هم دايما يعني طول الموسم بيقفلوا على الخصم يعني بتاعهم احنا برضو تابعنا نفس الاسلوب معاهم وهو شايف ان هو نجح. هما الاثنين احسن فرقتين في العالم بيدافعوا دفاعين. طيب خلينا نتكلم بقى في ماتش بكره اخيرا. تمام. بكره طبعا المباراه المرتقبه وانا شايفها يعني جماهيريه اكتر من مباراه النهارده. اكيد اكيد. ريال مدريد بيلتقي مع الاسد او النمر الالماني. شايف الماتش ده ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك في بدايه الفقره يعني انا شايف ان جوارديولا هو الطريقه المثلى ليه بكره ان هو يهاجم. نعم. بكره ما اعتقدش ان هو هيروح زي ما مورينيو راح النهارده اسبانيا. جوارديولا عنده بقى التولز يعني عنده الادوات الاكتر من مورينيو. نعم. بايرن يعني السنه دي والسنه اللي فاتت مقدم مباريات طبعا يعني احسن فريق في العالم حاليا من الناحيه الجماعيه. نعم. جوارديولا طبعا معودنا في الماتشات الكبيره هو بيظهر مدرب طبعا يعني حاليا هو افضل مدرب في العالم. اعتقد هو طبعا شاف ماتش الكاس
بتاع ريال مدريد هو فعلا علق عليه حتى في التصريحات، قال انا عارف يعني انشيلوتي بيلعب 4-3-3 وبيعتمد على السرعات. يعني شوفنا طبعا جون جاريس بيل الثاني في برشلونه كان جون اسطوري نفاسه يعني. ده جون اسطوري. فاعتقد هو طبعا محتاج ان هو يعني يقفل الجناب الاربعه اللي قدام سرعه، يعني كريستيانو، دي ماريا، بنزيما، جاريس بيل، الاربعه سرعتهم جباره جدا. هو محتاج طبعا يقفل الجناب. هو السؤال بكره انت عايز تقفل جنب، هتلاعب فيليب لام باك يمين ولا هتدخله وسط ملعب زي ما انت معودنا يعني في الماتشات الثقيله بيلاعب على طول فيليب لام. طيب انشيلوتي قال ايه قبل مباراه بكره؟ انشيلوتي بصراحه قال يعني تصريح انا اراه غريب جدا، قال ان اللعيبه هي اللي هتحسم نصف النهائي. طبعا الكلام ده مدرب. كلام مدرب ملوش دور يا كابتن. ليه دور بس؟ مين هو؟ مش هو اللي هيلعب يعني، انا هقول الفكره بس مين اللي هينفذه؟ طب اسال حضرتك سؤال، النهارده فاروق، النهارده مورينيو في ماتش اتلتيكو مدريد هو اللي حسم الماتش، حسم الماتش عشان عنده ادواته تنفذها يعني. لو ما عندوش اللعيبه ما يقدرش ينفذ. دي وصول بعثه بايرن لريال مدريد. نعم ما اقصدش كابتن فاروق، يعني النهارده مثلا مورينيو هو الابرز، الاسم الابرز في المباراه. ما اقدرش اقول لك النهارده مثلا، اسال اي حد مين نجم المباراه؟ اللي بيدير. هنتعب اللي بيدير. لا النهارده ماتش اتلتيكو مدريد وتشيلسي صعب نطلع لعيب نجم مباراه، الماتش متقفل، مفيش هجمات، مفيش مساحه انك تعمل يعني تعمل حاجه جامده قوي، لكن المدير الفني هو الصفات بتاعه الفرقه، كل فرقه ليها صفات. يعني انت اتكلمت على بايرن ميونخ بيهاجم، فرقه بتهاجم. بايرن ميونخ زي ريال مدريد، عندهم العناصر الدفاعيه بنفس القوه وعندهم العناصر الهجوميه بنفس القوه. صحيح. انت بتكلم على السرعات، السرعات موجوده في الفرقتين. صحيح. لكن صحيح. هنا في سرعات ايجابيه اللي هي بتاعه ريال مدريد، والتاني سرعات مهاريه بتاعه بايرن ميونخ. ان بايرن ميونخ عنده طور الكره الالمانيه بشكل كبير جدا في السنتين اللي فاتوا. طب جوارديولا كان بيقول هنا يا كابتن كريم؟ جوارديولا طبعا هو جوارديولا بيتمنى ان رونالدو يلعب، هو شايف ان المباراه طبعا جماهيريه بشكل كبير والجمهور لازم يستمتع. لازم الناس تشوف لعيب زي رونالدو. اتكلم على السرعات وقال طبعا احنا ريال مدريد فريق سريع جدا، سريع للغايه بسبب الاربعه اللي قدام عنده، وطبعا هنضيف ان كريستيانو هيلعب بكره، فطبعا ده بيضيف لهم سرعه. وقال ان هو هيحاول طبعا يلعب يوقف السرعات دي، وطبعا اشاد جدا طبعا بوجود تشابي الونزو وسيركو راموس، هم قال اثنين يعني اثنين يعني واجباتهم الدفاعيه اكتر، بس عندهم القدره ينقل الهجمه يتنقلوا بالظبط، عنده القدره انه ينقل الهجمه من ورا. طيب سؤال اخير يا كابتن فاروق، كريستيانو رونالدو ما لعبش الماتش اللي فات وتألق ريال مدريد، وايضا ما لعبش الماتش اللي قبل اللي فات وتألق ريال مدريد، هيلعب بكره بمشيئه الرحمن، تتصور التألق هيزيد ولا هيقل ريال مدريد برغم تألقه في المباراه؟ وجوده في الملعب هيخوف بايرن ميونخ. وجوده في الملعب، وبيتكلم على السرعات، كريم بيتكلم على السرعات، السرعات ده عنصر اساسي في الكوره دلوقتي. انت ما تروح نص ملعب المنافس لازم يبقى عندك السرعات والقرار والذهن والسرعه. انت بتلاقي لعيبه ريال مدريد بيعملوا مشكله، يعني ما تلاقي بنزيما ده بيحط كرة بعرض الملعب وفي لحظه بتلاقيه جوه الصندوق، دي مش موجوده في اي لعيب في العالم. صحيح. كريستيانو عنده مشكله تانية وهي للتصويب من اي مكان، يعني انت واحد عايش في جو وفكر وذهن غير اللي انت متوقعه. الناس فاهمه ان هو هيعمل دبل باص، هيعدي، هيراوغ، وهو بياخد القرار في التصويب. والفرقه الثانيه بايرن ميونخ عندهم الاداء الجماعي، افضل فرقه في العالم بتادي اداء جماعي. صحيح. سواء في الناحيه الدفاعيه، بنتكلم على الانسجام في كل الخطوط في بايرن ميونخ، انسجام في الدفاع، انسجام في نص الملعب، انسجام في النواحي الهجوميه. الفريق افضل فريق بيرتد من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه. شوف انا بتكلم عكس الكوره، احنا بنقول الارتداد من الهجوم للدفاع، لا، ريال مدريد بايرن ميونخ احسن فرقه في العالم بترتد من الهجمه نص في لحظه، بتلاقي اللعيبه دي مقفله منظمين جدا جدا جدا. نعم. جدا. فمكنه شغاله لكن فيها ذهن وذهن يتطور. إيه؟ انا 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 ولا بحب ده ولا بحب لا ده، تتوقع لكن فنيا. انا متوقع ان ريال بكره بايرن ميونخ هيكسب ريال مدريد يفوز. تتوقع؟ لا صعب اتوقع، بس يعني حظوظ ريال مدريد حاليا اعلى. اعلى حظوظ ريال مدريد اعلى. هكلمك بكره في تليفوني. كابتن فاروق شرفت ونورت دورك، شكرا جزيلا. كابتن كريم سعيد شرفت ونورت دورك، شكرا جزيلا. اصدقائي على الفيسبوك النهارده باعتين رسائل كتير جدا، انا بعتذر لكم جدا النهارده ما قريتش اسماء، لكن اوعدكم بكره بمشيئه الرحمن هقرا اسماء كتير جدا 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 فاراكم على الفيسبوك. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.